مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تفتح ستايل الجوست او ستايل الشادو الخاصين بسكين تينتين اللي ظاهر امامكم بالصورة. فاذا انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو ليوصل لاكبر عدد من الناس، واكتب كومنت حلو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس، هيك بتكون دعمتني. ولو حابب تدعمني اكتر، كود الايتم شوب ظاهر امامكم بالصورة اللي هو مستر شرطة هيرو. فمشاهدة ممتعة ومع بعض. مثل ما بنعرف اصدقائي، تحديات الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع الخاصين بسكين تي انتينا فتحوا، وصار باستطاعتك انك انت تختار بين ستايل الجوست وبين اختار الشادو. فخلينا نشوف مع بعض الشروط. الشروط لحتى تقدر انت تاخد ستايل الجوست او ستايل الشادو الخاصين بسكين تي انتينا، انك انت تكون مخلص 18 تحدي من التحديات اللي هن 20 تحدي، 10 بالاسبوع الثالث و10 بالاسبوع الرابع موجودين عندي بالقناة لو حابب تشوف التحديات. ولازم تكون واصل تير 40، يعني ليفل 40، حتى يكون معك السكين، ولازم تكون شاري الباتل باس مشان تقدر تاخد السكين. فالتحديات سهلة وبدها شوية شرح بسيط، خلينا مع بعض مشان نعرف شو هو. بعد ما انت تكون مخلص الشروط تظهر امامكم هاي الصورة، بصير عنكم مثل هذا الشيء انه انت عندك متاح تختار بين الشادو وبين الجوست. فاذا انت بدك تختار الشادو لازم تكون عارفان انه السكين او الستايل ما تترجع، خلص رح يصير عندك ستايل الشادو ورح يصير عندك الستايل هذا العادي الاحمر. واذا اخترت الجوست لازم يكون انت كمان عارفان هذا الشيء، انه خلص الجوست ما تقدر تغير عن هذا القرار وما تقدر ترجع عن هذا القرار. فهلا احنا مع بعض رح نشرح التحدي ونشوف كيف بدنا نفتح الستايل اللي احنا بنحبه. مثلا انت حبيت ستايل الشادو اللي هو الاسود هاد، سهل كتير انك انت مثل مزار امامك بالصورة، بصير امامك متاح بتختار سكن الشادو، وبعد ما تختار سكن الشادو بيطلب منك انك انت تكسر 2 بريد او 2 علبة بريد الخاصين بالجوست. ولو انت اخترت الجوست اللي ظاهر امامكم لازم انت تكسر 2 بريد او 2 علبة بريد الخاصين بسكن الشادو، فهي بالعكس شو بتختار لازم تكسر العكس تبعه مو تكسر اللي بتختاره. عكس بروتوس لما كان تاخد الرسالة وبتروح بتوديها بالبريد اللي انت اخترته، هذا الشيء لا عكسه، وانت مو لازم انك تدمره تدمير عادي، لازم تدمره بالاكسبلوزيف يعني بالشغلات المتفجرة مثل القنابل، مثل الريموت كنترول، السي فور يعني، مثل الار بي جي، مثل هاي القصص هاي لحتى انت تقدر تكسر البريد اللي انت بدك اياه. فالموضوع سهل كتير وبسيط، اختار الشادو او اختار الجوست ودمر البريد اللي هو عكسه، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. فانا هلا اخر شيء رح اترككم مع مقطع صغير بورجيكم الاماكن وين بريد الشادو وبريد الجوست. مثل ما شايفين بالصوره كمان بكل منطقه يوجد 2 او في 2 يعني شادو او 2 جوست، بيوجد 2 بريد هون و2 بريد هون. فبمناطق كتير بتواجد هذا الشيء بنفس المنطقه، يعني ما عليك انك انت تروح على منطقه ثانيه لحتى تكسر الثاني، لا بتلاقي البريد تبع الجوست وبتلاقي البريد تبع الشادو. فانا هلا رح اترككم مع مقطع صغير اخر شيء بتشوفوا الاماكن وشلون بتكسروها، وبدون شلون تكسروها انا شرحت لكم شلون تكسروها، انه لازم بالشغلات المتفجره مثل القنابل ومثل السيفور. فيلا مع بعض نشوف هذا الفيديو او هذا المقطع الصغير ونعرف وين الاماكن تبعهم.
وبس هيك مثل ما شفتوا الاماكن كلياتها. يا ريت اذا انت اول مره عندك شايف الفيديو على القناه ما تنساني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وحط لايك للفيديو واكتب كومنت حلو ليوصل لاكبر عدد من الناس، ولا تنساني بكور الدعم بالايتم شوب مستر شرطه هيرو اللي ظاهر امامكم بالصوره، سهل كتير. شكرا لكم وبرعايه الله.